الرئيس طبعا امبارح دخل مكتبة اسكندرية وتفقد المكتبة، ويعني اتكلم وقال كلمة كده خلال تفقده للمكتبة. قال انه سيتم، ده كان اعلان الحقيقة وايضا مهم جدا، وقال انه سيتم انشاء مكتبة عالمية خلال عامين هتكون توأمة لمكتبة الاسكندرية في مدينة العالمين الجديدة. واعرب في كلمته عن سعادته الكبيرة بتفقد هذا الصرح العظيم لما يمثله من منارة ثقافية عالمية. حقيقة انه قبل ما اقول اخر ثلاث، خلينا نقول كده يعني قبل ما اقول نقرا التوصيات كمان وبعض الاستنباطات كده او الصور اللي هنوريها لحضراتكم دلوقتي، انا قلت امبارح وانا في رسالتي على الهواء مع حضراتكم من الاسكندريه، كنت في منتهى الفخر اول يوم في المؤتمر في الجلسه الافتتاحيه وانا بسمع شباب المؤتمر وهم بيدعوا شباب العالم لمؤتمر